هجوسي لا جا ذكر النشامى من العربة يجي للبيوت النادرة الحماسي وانا لا مدحت بمدح المحزم المليان تخرج ابن سعد الحماد يا حي طارية هجوسي لا جا ذكر النشمة من العربة يجي للبيوت النادرة الحماسي وانا لا مدحت بمدح المحزم المليان ابن سعد الحماد يا حي طارية مرجمة الدار ولا صفطان ولكنها من حشمة الله وقدري هذا الشيخ ابو سلمان هذا فخر حمام رفيع المقام اللي فعوله رهوي رعى الطيب والمعروف والعز له ميدان عميد المراجل فاز عده دايما حيا له الطيب المبدا وهو للكرم عنوان ولا غير ابن حماد ولا فالعرب مثله ولا قد خلق إنسان يجيب الصعيبة بالفعول البطولية ولا جيته بحاجة لقيته وسيع الطاقة ومدع طليق احتاجي شيخ السنافية صلح مني التقدير والشكر والعرفة تشريفة ما قفنا هلا فيه يا حيا ترى ابو سلمان لا وقف يرجح الميزان هو سيف قاطع كل ما ثارت الهيا شجاع ينوم سربعه واهله الفرسان هلا الطايل ذوي حماد الكبارية حمادين اهل العز لا داورت دخان هلا الماقف المشهود نيرانهم حيا حماد اهل المجد من ماضي على زمان لهم يشهد